نرحب بالدكتور محمد علي في هذه الحلقة. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا بك. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كل ذي حق حقه. نعم. وربنا قال في القرآن الكريم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والأشياء إما حسية أو معنوية. صحيح. فرسولنا عليه الصلاة والسلام علمنا فن الإتيكيت في تعاملنا مع الناس، أن ننزل كل شخص هذه المنزلة. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الطبقة في المجتمع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من فقه التعامل مع الناس، وللأسف الشديد يعني السواد الأعظم من الناس يعني يفتقد هذا الفقه، هو إنزال الناس منازله، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازله. فالناس لا تعرف بأموالهم ولا مراكزهم، ولا تقدر بأموالهم ومراكزهم، ولكن تقدر بإيمانهم وتقواهم بالله عز وجل. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا قال بقى صاحب المال ولا صاحب المركز، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس هذا عند الله دكتور محمد، احنا نتكلم على الدنيا، الحياة الدنيا. صاحب المنصب حتى إذا كان على غير الإسلام وضعه النبي يعطيه قدرة، لا شك في ذلك. نعم نعم نعم، نعطيه قدرة. أنا يعني ما قلتش حاجة غير كده، ولكن أنا حبيت أن أنا أوضح أن أفضل شيء أن أنت تدي للناس قدرهم فيه هو الدين. نعم. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قال إيه في الحديث الحديث نكمله بقى: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. حق. حط بقى تحت عالمنا بقى 1000 خط. نعم. وقيس قس. تدي بقى لأصحاب المناصب حقها. تدي لكبار السن حقهم، تدي لذوي الهيئات حقهم، أن تنزل الناس منزل. تحضرني في ذلك يا دكتور عادل قصة جرير ابن عبد الله الجبلي البجلي. نعم. البجلي. نعم. نعم. حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد مكانا. نعم. يجلس فيه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن رمى إليه برداء. نعم. فأخذ جرير الرداء وقبله ثم رده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني. عليه الصلاة والسلام. وجرير العلم كان سيد قوله. نعم. كان شاب ويلقب بيوسف هذه الأمة، كان أجمل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جرير بن عبد الله البجلي. نعم. لقبه سيدنا عمر، قال: هذا يوسف وهذه الأمة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تعامل مع الملوك والرؤساء. نعم. لما دخل عليه عدي بن حاتم الطائي. نعم. وكان مسيحي سيدنا. نعم. عدي بن حاتم نصراني. نعم. دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنقه الصليب، حانت وقت صلاته فصلى عدي بن حاتم ناحية المشرق، بعض الصحابة أنكر عليه، قال عليه الصلاة والسلام: دعوهم وما يدينون. عدي بن حاتم جاء حتى يتثبت هل هذا ملك من الملوك